احنا يا جماعه انتوا هتسمعوا كل حاجه، اللي عايز يكتب واللي عايز يسجل تمام، بس احنا هنرفع لكم الحلقه كامله مسجله، وغير كده يعني استاذ فريد بيتحفنا بمراجعات وحاجات حلوه هنحطها لكم على البيج ان شاء الله. ان شاء الله نبتدي من الحكايه. نبدا. اتفضل يا فندم. انا مستمع، انا من الطلبه دلوقتي. لا حضرتك انا بحييهم وانا زي زيكم دلوقتي. شكرا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا الفريدي غير التقليدي في اللغة العربية بسؤال البلاغة، سؤال التجربة الشعرية، سؤال بيحير طلبة كتير قوي. كيفية مجيء السؤال يشوف مع بعض كده. إذا طلب منك كيفية امتزاج الفكر بالوجدان فبماذا تجيب؟ طريقة الإجابة، أولا نبدأ بشرح فكرة الأبيات. نون يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن شرح موجز. شرح نقول إيه؟ لقد برزت عاطفة الشاعر من خلال فكرته، أو لقد سيطرت على الشاعر عاطفة. ونوضح بقى العاطفة، إما فخر واعتزاز، أما عاطفة الانتماء إلى الوطن، عاطفة الحماسة، عاطفة الشوق والحنين، عاطفة الحزن والأسى. ثلاثة، نمزج بين الفكر والوجدان، يعني بين الفكر والعاطفة، بالألفاظ الموحية والعبارات المؤثرة. فنقول لقد جاءت ألفاظ الشاعر وعباراته نابعة من عاطفته الصادقة وتتمثل في، ونبدأ بقى نأتي ببعض الألفاظ والعبارات. مبتدأ.com